بسم الله الرحمن الرحيم. زيارتنا اليوم إلى قسم شرطة الحضر تابع لقيادة شرطة محافظة نينوى لتفقد الوضع الأمني ومنقاطع المسؤولية من جهة، ومن جهة أخرى لمعرفة مدى تقديم الخدمات الشرطوية للأخوة المواطنين الأعزاء الكرام. قسم شرطة الحضر أدى واجب جيد خلال الفترة الماضية، وعلى هذا الأساس أقدم شكري وتقديري للأخ مدير القسم وإلى الضباط والمنتسبين لما بذلوه من جهود استثنائية خلال الفترة الماضية، وأدعوهم إلى العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والوكالات الموجودة ضمن قاطع المسؤولية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله. سيدان رابط المخاطرة الأمنية رابط الأبيات رابط الأمنية رابط السابق. هاي كله بالأخير بالأول الأخير هو يخدم القضاء ويخدم المحافظة بالأول الأخير. طلبت من جنابك إنه وصلنا رسالة وزير الداخلية، طبعاً هو رجل هذا من بغداد صاحب الشركة. يعشق مالها البناء من الطابور الرمل رمل الخيرة. لازم أهلنا وناسنا، ناس متضررة. الله يحفظكم.